انتبه انتبه انتبه، روح انتبه عليه، روح انتبه على الطاقة، انتبه انتبه انتبه. مجهودين، ايش عم تعمل انت هون ولا؟ ايش عم بعمل يا امي؟ ايش شايف عم بعمل؟ عم بلعهم، لا تحكي معي عم تسوي شريني. عم تلعب قلت لي. وين اخواتك المصاريع وينهم؟ ما بعرف، يمكن هن بالغرفة فوق ما بعرف دولي عليهم. تسألني ايه اللي بتشوشرني؟ لك يا رب تصبرني على المصاريع اللي عندي، يخرب بيتكم من حالكم. اترك البطيخ من ايدك وقوم احفظ بسرعة. لا امي، ما بدي اروح احفظ، اليوم عدت بدي العب شوية تكيني. وانا عم بقول لك قوم احفظ. ايم ايم، كله ضرب بالبيت، كله ضرب ايم. تخبي وليك؟ تخبي انتبهوا علينا، تخبي تخبي منيح. خبيت، دير بالك انت من اللي وراك. شوفوا الجروب اللي وراك. وينها؟ خدوج؟ لا انا مو بصرخ عليكم. شبك امي؟ شوفي ايش في؟ لسه عم تسال؟ قلت ما في دم، ما في ضمير، ما عندكم ذوق، ايش هالزريبه اللي قاعدين فيها؟ بعدين ما تحفظوا؟ اليوم عطوا امي، تركينا بحالنا يا امي. يعني احنا ما بنصدق يوم عطوا ايمة تيجي نبرق براحتنا. ايه سمعوني سمعوني، ايش في كمان؟ تمام ما في مشكله، ما بدكم تحفظوها بتحفظوا. انت وردي قومي بسرعه، تنظيف البيت كلياته عليكي، بدي الاقي بيت عم بيلمع لمع، وانت قوم يلا روح عند خالتك جيبي له عندها المصاري، وبعدين جيب طلبات البيت كلياته، وبعدين سداج البيت شايفه كلياته، كله بدي يطلع على الدراسه هو يلا. اي لا بقى امي، تخنت ها تخنت، يا عمو اذا سيكتي مع ترديانين، لا لي الظلم وتحيا الديمقراطيه. منيح بلش استكي ما قلت لي انت، قايمه فورا. وانت بدك تضيف شيء كمان قول ها؟ انا؟ اكيد قايم البس وجهز حالي وروح جيب لك مصاري وطلع سداج البيت كلياته، بتكرم عيونك امي؟ انا يلا بسرعه معك 3 دقائق بس. أولاً لسه. أنتوا شاهدين أن هجوم مع السماء برأيكي أن طلبت وزفت وقرف، خودي عبادة وجيبي عبادة، خودي عبادة وجيبي عبادة، حدا أركض السنترال تبع البيت أنا أجين. لك شو بقول لها؟ ليه عم تحكي مع حالها؟ طقوا فيوزاتها؟ روح شوف لأمي، كله ضرب وعياط وخذ وجيب وودي، واليوم عدت لك حتى تليفونات ممنوع نفتحه، ممنوع تليفون. ولك حتى أنا خلتني نظف البيت كل آياته، وبعدين مع القصة بقى. حتى أنا كنت عم بلعب على اللابتوب على الطاولة، راحت ضربتني وقالوا بحفظ. لك 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 لك، يخرب بيتك يا أم عبادة، بدك تجنن الأولاد. بس ما عليك تاكلوا هم، اليوم مجهز لكم مفاجأة غير شكل. ويكن يا حشرة منا كلهم، روح الله يبهدلكم أكثر ما يكون مبهدلين. الله حيوه، لك هذا جدي جدي اللي بيطلع من كل مكان، بكره بتلاقوني يا زلمه على السطوح. الله حيوه زيد بوزه ولا بدل ما تيجي تاخذ ايدك بوزه اشعون يا ابني ابلو قطع نفسي اسو. ليه تاخرت كل هاد حجي؟ انا كل هاد ما خبرته عن مفاجاه، قلت واقف ما تيجي. وهي عمي هون كمان عنا، جابوا يا اختيار الجن الله يهدهم. اهلا وسهلا نورتنا والله. ما قلت لي يا ابو عبده ايش المفاجاه اللي عاملاه؟ ما في شيء، بس كنا مجهزين المفاجاه للاولاد انا وابوي، بدنا ناخذها حديث الحيوانات. الله اكبر الله اكبر، انا بدي اروح اشوف الديناصور. بتصدقي قال فيها حيوانات منقرضه، ثاني اكبر حديقه حيوانات حقيقيه بالعالم فتحت هون بانقره. لا يا مخططين ومجهزين كل شيء يعني، وانا اخر من يعلم. ايش رايكم ما في طلع من البيت؟ ما حدا حيطلع من البيت اليوم بدون بطاوله. اوف وليش بقى؟ الاولاد ما طلعوا من الوقت بلشت الدراسه، وبعدين اليوم عطل، خلوا يطلعوا ينبسطوا. وليك شو جميل؟ حاجتك عن هادي يخرب بيتي، خلي اولادي ينبسطوا. ايه امي اليوم عطوا بدنا نطلع يعني. ايه وانا كمان امي بدي اطلع، ها مالي له. خلصتوا حكي؟ وانا عرفت ما في طلعه، والزلمه فيكم يقرب على الباب، الزلمه فيكم يطلع اليوم من البيت، انا بفرجيكم. يا زلمه ايش بتحب تعمل نكت هالمره هاي؟ ولك حرام حرام والله حرام. اي ما راح اقول لك غير منك لله، يخرب بيتك على الراس النتعتين. راس غاز احسن من راسك. يا ربي ايش هالام هي؟ ايش هالام هي؟ وبعدين بابا بدنا نقضيها هيك يعني؟ اجنا نلاقي حل مع عمي. ايه والله بابا، يعني حرامها والله حرام. ايه والله يعني بابا، والله هي ما يعيشها يعني، هو ما يعيشها هي. ظبطوا لنا حل، بدك تقضي لي هيك قاعد وشكي. والله ماني عارفان ايش بدي اقول، بس هذا كل اللي بالي شغله وحده بس، وانتوا عرفتوا ايش هي. الله عليك بابا، بدنا نرجع ننتقم من امي.
ايه يا سيدي، بس هالمرة غير. والله هالمرة حتى جنن لكم اياها. والمرة بدي اياك تجيبي رفيقك الحشرة وبزيك لحتى نضحك كلياتنا مع بعض ونعمل جروب. من عيوني هلا مباشرة بكلمة بجيب وراك الدكورة روح قلبه هيك شغلات. الله فورا بجي. وانت خدوج بدي اياك تضلي مع عمك لحتى ما تشك فينا، فهمتي؟ ماشي بابا ماشي. ممتاز، بما انه الكل فاهم علي اسمعوني شو رح تصير الخطة. اسمعوا، شو رأيك يا خدوج؟ خلصتي المطبخ ولا لسه؟ يلا أمي ليكني قبل ما أخلص. خلصت بسرعة. خلصتي واعملي لي كاسة نسكافيه وهاتيها على الصالون عندي بسرعة. إيه مو تكرم عيونك يا ست الكل، ثواني بتكون جاهزة. حياتي أنت. يو إيش هالحنية اللي نزلت عليكي فجأة؟ بسرعة وهاتيها بسرعة. مع إنه ماني مطمنة لك من يوم. راحت. راحت. ايه مو تكرم عيونك، تكرم عيونك. هلا بلشت المعركة. وهي صارت احلى كاسة نسكافيه بالبهارات والحد. مجودة مجودة مجودة. ايه خدوج خلصتي؟ روحي اعملي اتفقنا عليه. انا خلصت. يلا 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 صار دوري. يلا وهي احلى كاسة نسكافيه لاحلى شت الكل بالعالم كلياتهم. تفضلي جاوبيني. هاتي لشوف، عملتيها مثل الخلق والعالم ولا هيك من قفا ايدي؟ ذوقي وقيمي انت واعطيني رايك. امي كثير طيبة رح تكون. يخرب بيتك ايش حيطة فيها؟ ما حطيت شيء ما جاهز؟ أنا جاهز أبو شريك. ولو شو قد هذا الشيء أبو شريك؟ مسكه ليك. ما بتحطه بالكهرباء لو ما قلك أوكي؟ هيك لك انت وياه يا حشرة. انتوا لعبة شنو الحرب؟ خل والله خل. بسيطة، مو انتوا بدكم حرب؟ انا جاهزة. ما في حدا. وين راحوا لك؟ وين راحوا؟ مبالكم راح اترككم؟ انا بفاجئكم. ابو زيك ابو زيك، امي صارت عندك برا. حط الفيش بسرعه بسرعه. ما ابو زيك شفت هذا كلها عندي.
والله لا أعمل لكم خطة لا تحستوا منها. طولوا بالكم. بس بس تعالوا بس تعالوا 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 مصر شمالك بس يا طب وشوي بس انا كمان عصيان لي معرفة بس عصيان لي معرفة بس نعمل ايش بدنا نعمل؟ الله يوفقك الله يوفقك هروب 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 بسرعة هروب استنى استنى هروب تركني استنى قصة ما تكون طمي انا بعرف شكل عمي اجت سكتة قلبية سكتة قلبية الله اكبر الله يسمع منك من زعلان انتي وهلا صادوني خلينا نكمل بهم وخلينا عم نشوفك هلا عم تدحرجي على الدرجة يا ست الكتف وهي من عندي كمان اه يا راسي اه يا حقير من داخله انا عم تعملوا فيني هيك انا عم تكهربوني بسيطه انا بفرجيكم جيدكم مكسر عصي لسه ما شفت شيء حجن جاهز بسرعة بسرعة جاهز أنا جاهز خليها تطلع بس هي خليها بس تبوك يلا حشيت حشي آه يا ضهري يخرب بيتكم من حالكم مبالكم راح أسكت لا والله ما نسيكتي أنا بفرجيكم وين تخبوه؟ هون مخبيه إذا جيت تحت الدرج كمان الله أكبر يستفوا إيديك حجي خاصين الله عشرة 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 لك أنا مالي مصدق كيف قدرنا نطلع البيت ونهرب من أمي ما بعرف أنا بعرف مالي مصدق نطلعنا والله وطلعنا يلا بابا يلا جيب السيارة وخلينا نطلع حديد حيوانات يلا يلا فورا فورا رح جيبها هلا يلا عصا يا شباب بدكم تاخذوني معكم ها ساعدكم لانه انا يا سيدي فعلا هالمره كحلتها انت معنا اول واحد انا بدي اتصور هلا مع الاسد سيلفي ايش عم بصير هون ايش في في شحمه ولحمه هيك لك انا فاكرين بهالسهوله وين رايحين لك ما قلتوا لي شو ايش بدنا نعمل هلا؟ طول بالك، بعد ما قطعنا كان مسافة ونحن عم نعذبها ما رح نخسر. طول بالك، ولا ايش عم تشوشوا انتوا وياه؟ ما بدكم تقولوا لي؟ انا بقولكم تعالوا لعندي. ابزيك روح ارقد انت، ارقد انت بسرعة. بس امنع عيوني، شغلتي الرقد انا. وين بدك تروح مني؟ وين؟ هكذا المسكين شو بابا رأي لك حل بسرعة أنا بدي رأي حل انحل ركبي وما كنت رأي حل بس ضعوا انتو الجوز ضعوا هاد اللي ما كنت حاسب حسابه والله وقعتوا ما حدا سمع عليكم أمي ايش بدك تعملي أمي الله يوفقك على هالورطة انا ايش كان بدي بالقصة كلها ياتي قولي كيك